الوقفة هي رسالة صريحة أن العراق مع القضية الفلسطينية، مع الحقوق الإنسان الذين يدعون بها. لذلك هذه أداة الوقفة هي حفاظا للدماء، تكريما للدماء، لحقوق الأطفال، لدماء الأطفال الذي سالت، وتلك الهجمة الشرسة، الهجمة القذرة التي تقودها إسرائيل ومن لف حولها. نؤيد وندعم أخوتنا في غزة ونقول لهم إن شاء الله نحن مستمرون بالتضامن والوقوف معكم. واليوم هذه الوقفة الاستذكارية لأربعين يوم من رحيل ثلة طيبة من أطفالنا في غزة.